أعتقد أن الصراع لن يمتد إلى المنطقة، لأن لا يزال حزب الله وكيل إيران في جنوب لبنان يلتزم بقواعد الاشتباك، وهو يحاول الاستمرار في المناوشات للجيش الإسرائيلي، لا سيما وأن الاستعدادات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية أقوى من الجبهة الجنوبية. إذا كانت إيران تريد تحرير القدس فهذا هو الوقت المناسب. وحسن نصر الله الذي هدد مرارا وتكرارا بأنه إذا تعرض أي عنصر من عناصره لأذى سيعلن الحرب على إسرائيل، ولكن نرى هذا التردد. أنا برأيي أيضا الشخصي وحسب مراقبتي للوضع أن إسرائيل هي تحاول توسيع هذا الصراع، لأن هي محصورة في قطاع غزة الذي يحمل طابع إنساني. نعم يعني غزة هي مساحة، يعني مساحة صغيرة جدا، فيها كثافة سكانية عالية على مستوى العالم، يعانون من ظروف إنسانية. هذا سيفقد شرعية إسرائيل الدولية أو سمعتها لدى الغرب، لا سيما وهي التي يعني تعلن انتمائها للغرب، أنها مزروعة في هذه المنطقة. ولكن هي تريد تدخل الأطراف الأخرى لكي تتدخل حاملات الطائرات وتضع سلة كاملة بيد الأمريكان، ولكن أستبعد حدوث اتساع للنزاع، لا سيما من كان يريد أن يدخل كان دخل. نحن الآن أمام بعد مرور 20 يوما، نعم ولكن أعتقد أن الصراع سيستمر مثلما يستمر الآن الغزو الروسي لأوكرانيا، ومثلما يستمر الصراع المسلح في السودان. يبدو أن الدبلوماسية تنخفض في العلاقات الدولية، ونشهد يعني من السهل الذهاب إلى معركة وتطورها إلى صراع دموي طويل الأمد. نعم بالنسبة للحراك الغربي سواء من الرؤساء أو الوزراء في الدول الأخرى، وأيضا إمدادات إسرائيل بالأسلحة، ألا تشعر أن هناك ازدواجية في المعايير الإنسانية برأيك؟ ازدواجية هي كلمة مخففة. للأسف الغرب كشف عورته. كل مقاربات السلام التي كان يقودها الغرب والولايات المتحدة ورباعية توني بلير وكل الحديث عن حقوق الإنسان سقط أمام يعني إهمالهم أو تغاضيهم عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة. الآن الغرب لا يحمل في جعبته سوى مخطط لتهجير الفلسطينيين، لأنهم هم بيوم من الأيام تخلصوا من اليهود في أوروبا بعد المحرقة والهولوكوست في أربعينيات القرن الماضي، نعم والآن يريدون يعني اختراع هولوكوست أو تنفيذ هولوكوست آخر بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم. يبدو أن الغرب عاد إلى أصوله وإلى جوهره الاستعماري، يريد فرض ما يريده بالقوة. نعم الأستاذ خالد خليل الباحث في الشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.